اولا تمت المنادى على المتهمين على الدفاع ديال الضحيه، حضرت واحد العشرات ولا مئات تقريبا ديال المحاميات والمحاميين من مختلف بقاع المغرب، وحضرنا بتكليف من الجمعيه المغربيه لحقوق الضحايا، واعتبرنا القضيه جاهزه. تقدم السيد الوكيل العام بملتمس جعل الجلسه سريه بالنسبه لاستماع للطفله، وذلك مراعاه للمصلحه الفضلى ديال الطفل، واعطينا وجهه نظرنا باش تكون هذه القضيه في حدود فقط الاستماع للضحيه، مع جعل باقي الاجراءات المرتبطه بمناقشه القضيه علنيه، بل اكثر من ذلك طالبنا بالسماح كذلك لوسائل الاعلام لكم جميعا وللقنوات الرسميه بان تنقل وقائع هذه المحاكمه نظرا لبشاعتها، مع الاحتفاظ على قرينه البراءه ومع احترام شروط المحاكمه العادله. اثر ذلك تدخل زميل الاستاذ عبد الكريم وطلب باش يتعاد اعاده التكييف في المتابعه في عقوبه التي تصل في اقصاها الى 20 سنه، وهو نفس الملتمس الذي تقدمنا به وطلبنا من المحكمه باش تحفظ لنا الحق في استدعاء، بس طلبنا الحق من المحكمه باش تحفظ لنا الحق في استدعاء الملتمس في الابداء وجهه نظرنا في قضية ديال الدفوع الأولية والدفوع الشكلية، لأننا سنطالب بإعادة التكييف وإعادة يعني الأفعال اللي تابعوا بها باش تكون كتوصل إلى الحد الأقصى، لأنه لخطورة الأفعال ولبشاعة الجرم. شكرا لكم جميعا. يعني كنمثل الدفاع ديال المتهمين من خلال بعض المنابر الاعلاميه وبعض الصحف الورقيه، سواء يعني مكتوبه او كذلك يعني كما تنقولوا حنايا مسموعه، تنقول كذلك مواقع التواصل، يعني حاولت التشويش على المسار ديال القضيه بشكل اللي هو غير مقبول من الناحيه الواقعيه وكذلك من الناحيه القانونيه، وبالتالي بان استقلاليه القضاء وعدم التشويش هو يعني رهين نصوص قانونيه اللي كتحرم التشويش على القضاء الى حين ان يبت في هذا القضاء. من طبيعه الدرجه الاولى او المحكمه الابتدائيه او غرفه الجنايه الابتدائيه كانت صائبه في الحكم ديالها، وان كنا اعتبرنا على ان اعتبرت بعض الجهات بانه حكم يعني غير منصف الى غير ذلك، انا كنقول المحكمه هذه قناعه المحكمه، قناعه المحكمه بطبيعتها هي اللي كتؤدي لهذ النتيجه او لهذ الواقع حينما يكون القاضي قناعته ويصدر حكمه. اذا ارتأت الفئات الاخرى او الجهات بعض الجهات لان حتى جهه الدفاع حتى احنا كذلك استنفنا هذا الحكم، لاننا كذلك احنا قلنا بان البراءه كانت هي الاصل باعتبار على ان المحضر ديال الضبط القضائي فيه هناك انكار بالنسبه للجوج ديال الاطراف، جوج ديال المتهمين كينكروا في سائر الاطوار ديال 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 البحث التمهيدي، وكذلك خلال المرحله ديال التحقيق كذلك كينكروا، كذلك الشاهد اللي اعتبروه هي قاصر بطبيعه الحال وتيقول لك الاب ديالها بان مورث عليها، وهذا تنقول بطبيعه الحال للراي على انك يقول لك الاب ديالها بان مورث عليها عنف من في تلك الشهاده، تنقول المحكمه وجات وبالفعل انها استبعدت الشهاده الاوليه ديالها عن الدرك الملكي، وتتقول لك اودي بانها بالفعل هذه الاخيره انها لم تصرح بتلك التصريحات، واكدت امام السيد قاضي التحقيق ارتأى نظر السيد قاضي احاله الملف او القضيه كذلك برمتها على غرفه الجنايه الابتدائيه، الجنايه الابتدائيه كانت بطبيعه الحال لها قناعتها، لها قولتها وكذلك قوله قانونيه لان استندت على القانون في القول او في اصدار ذلك الحكم، كجهه بطبيعه جهه الدفاع استأنفنا هذا الحكم لان قلنا بانه كان يعني على الاقل كنا كنلتمسوا البراءه لجوج الاطراف، الطرف الثالث بطبيعه الحال لانه تيقول لك بان الحمل كان من صلبه، هذه مساله اللي هي جينيه اثبتتها العلم هو الذي اثبتها، لكن ماشي 100% وكيقول لك 99.99%، اذا لابد ان نقول على ان حتى هذه المساله هذه ديال اثبات الجيني لان لا زال المتهم ينفي او ينكر كذلك قيامه باي فعل، هو تينكر كذلك في سائر الاطوار كلهم تينكروا هذه المساله هذه، كتبقى مسألة ديال تكوين المحكمة القناعة ديالها. بطبيعة الحال القضاء ديالنا حنا هو قضاء نازي، قضاء يعني تيشرف البلاد لا على المستوى الوطني ولا على المستوى الدولي، تدخل بعض الجهات كنلتمس انا على ان هاتي الجهات مثلا اللي كتآزر الضحية تؤازر جميع الضحايا وجميع الملفات ولا تسدي ملفا دون ملف اخر. بطبيعة الحال المحكمة ديال الغرفة الجنائية السياسية سوف تقول كلمتها في هذا الموضوع هذا، وبطبيعة الحال حتى هي غتكون القناعة ديالها لكن بعيدا عن التشويش.